أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله أن هناك كتابا ومنتسبين لأهل العلم يؤيدون عبادة القبور. السؤال: من هؤلاء كي نحذرهم ونحذر الناس منهم؟ يا أخي شوف كتبهم بالمكتبات العامة والخاصة للرد على دعوة التوحيد والرد على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا موجود منتشرة، ما أظنه يخفى عليك، أنت ما جيت من بعيد، تعيش معنا وتشوف. نعم.